فبحب السيما أسماء أفلام حفظناها وأسماء أفلام تانية أول مرة نسمع عنها. موضوعنا هو اسم فيلم مع نجم، ونجمتنا النهاردة هي النجمة لوسي. كل سنة وانت طيبة، رمضان كريم. الله أكرم، وانت بالصحة والسلامة. إزايك؟ بشوفك من السنة للسنة. وحشتيني جدا، وحشتينا السنة دي يعني، برضو مفتقدينك شويتين. لا ليه، ما انا عاملة لكل بيت الكبيرة هو خلص اهو خلاص. كل سنة وانت طيبة. إزايك يا جيهان؟ الحمد لله. الحمد لله وانت طيبة. بصي، هنقول أسماء أفلام وأسئلتنا من أسماء الأفلام، وهنبدأ في بحب السيما بفيلم أرواح هائمة. فيلم أرواح هائمة ده بطولة كاميليا. أوقات بتمر عليك الحالة دي، بتحسي إنك هيمنة كده ومش عايزة تبقي مشغولة بحاجة كده، وتسيبي كده نفسك مع تروح مطرح ما تروح وتيجي مطرح ما تيجي. أتمنى. لا، أنا صاحبة مسؤولية من تجاه شغلي، تجاه بيتي، تجاه ابني، تجاه جوزي، تجاه نفسي، تجاه لبسي، الورق اللي بقراه. بسيب روحي كده هايمة وبتاع لما بقى قدام بحر أو شايفة القمر. يعني الفترة بتبقى صغيرة قوي. بس بتبقى أكيد مؤثرة، بتحبيها صح، بتستنيها. أنا رومانتيكية رومانسية جدا، وبحب الهدوء، ما بحبش الصوت العالي. لو ما عنديش حاجة بعملها، ممكن تلاقيني قاعدة في قطي بقرأ حاجة، بختاري حاجة. كده يعني، أنا بحب الهدوء عموما يعني. فبحب السيما النجمة لوسي من فيلم أم السعد. عارفة فيلم أم السعد؟ الله يرحمه العملاق الكبير إسماعيل ياسين، لما كان عامل أليسة حنفي وهو بيولد يقول يا أم السعد يا أم السعد يا أم السعد. لا بس ده فيلم تاني، ده فيلم بطولة ماري كويني، حاجة بقى يعني من يعني أيام. ما ظنش أني والدتي الله يرحمها كانت لسه اتولدت. لا ما شفتوش، جايز شفته بس ما يعني مش عارفة. ما حدش شافه، ما تقلقيش. مين الفنانة اللي بتعتبريها وش السعد عليكي في أي عمل بتشاركي فيه معها؟ بس عشان بس نرجع لماري كوين، هي ست أثرت السينما المصرية بإنتاج وبأفلام قيمة، من ضمنها اللي انت بتكلمي عليها يعني. وش السعد علي، ما بحطش الحاجات دي في دماغي تصدقي. يعني أنا أي نعم متفائلة الحمد لله، بس كلهم وش السعد، كل اللي اشتغلت معاهم، كل الستات اللي اشتغلت معاهم، من الأستاذة صفية العماري للسيدة المحترمة الفنانة الراحلة هدى سلطان، كلهم وش السعد علي جتي للحق. نجمة لوسي من فيلم صائد النساء، أكيد مر عليكي رجالة كتير من النوعية دي، تتعاملي معهم إزاي بقى الرجالة اللي هم عليهم سايغة دول؟ بتعامل معهم زي صبيان. أنا عادة بالليل أما أتكلم مع حد، يا أما تلاقيني رقيقة قوي، يا أما تلاقيني زي صبيان بتكلم بشكل، لما أحس أنه في نظر الطمع تلاقيني اتكلمت زي صبيان زي الرجالة. نعم وإيه وكده يعني، عشان ما تبقاش في نظر الطمع زي ده. حد فيه متطفل لدرجة أنه ضايقك أو عمل فيه موقف معين دمه خفيف مثلا بتفتكريه؟ لا ما حدش بيضايقني، بس بتبقى فيه حد ملح أنه عايز يتجوزني، طب أنا متجوزة، طب أعمل إيه، ويبقى شاب أصغر مني مثلا ويبعت لي على الإنستجرام وحاجات كده، فبضحك أعمل إيه. حد منهم قال لي يا تتجوزيني يا أخطفك، فكان كوميدي قوي يعني. من فيلم الاحتياط واجب، أنتي مغامرة ولا بتحبي تحسبيها كويس؟ لا أنا مغامرة، بحب المغامرة وبحب التحدي، وبحب أعرف إيه بعد الغموض، يعني إيه في البحر جوه كده يعني. ما بتقلقيش يعني مثلا حصلت لك مثلا انك غامرتي مره وندمتي او قلتي مش هغامر كده تاني؟ لا الموضوع مخيف اصلا. لا 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 خالص، انا بحب المغامرات. من فيلم انا حره، فاكره قلتيها لمين؟ انا بقولها على طول لاني ربنا خلقني حره، ده لابن عبد العزيز. دفعتي قبل كده ثمن غالي لكلمه انا حره؟ لا أنا، لأن أنا حرة فعلا، أدفع لها تمن ليه، هو ربنا خلقني كده. ما هو ساعات بس بنقولها بعند، أو بنبقى مثلا متشبسين برأينا، أو بنبقاش حابين إن حد يقرر لنا مصير معين أو يدينا رأي في حاجة معينة. لا ما أنت كمان مش بتقوليها في أي وقت وفي أي مكان. لأنه مكتوبة على جبينك إن أنت حرة، أنت إنسان حر، ما عندكيش يعني مع سمايقي مش محطوطين في حديد. الحرية هي تقدري تعبري عن رأيك، تقدري اللبس اللي مجتمعك بيسمح بيه، تقدري تشتغلي الشغلانة اللي ما تبقيش خجلانة منها. هتقولي لي ما انت بترقصي، انا برقص، ده شغلانه الدوله معترفه بيها بتاخد منها ضرايب، والرقص ده من ايام جدودنا قدماء المصريين،
والسينما هي لغة عالمية، فدي حرية، كل دي حرية. فبحب السيما نجمة لوسي من فيلم المنتقم. فاكرة مرة أصريتي على الانتقام من حاجة أو من حد، وكانت إيه المرة دي؟ بقول بس ما بعملش، أقول أنا هعمل بأسوي، لا 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 أنتقم، الله هو المنتقم الغبار. وبجد صدقيني والله العظيم من غير حلفان ربنا بيجيب لي حق لغاية عندي طبعا. يعني أقول أنا هصلي وحنتايم أبدا ما بعملش حاجة خالص خالص من الحاجات دي. فبحب السيما النجمة لوسي من فيلم الراقصة والسياسي. إيه علاقتك بالسياسة والسياسيين؟ قبل ثورة 11، لأنه مش هقول على ثورة 25 يناير إنها ثورة لأنها كانت مؤامرة. بدأت بريئة وانتهت دنيئة. إنما ابتديت أتعمق شوية في السياسة، لأن أنا ما بحبش المشاكل. فكان بالنسبة لي يعني بشوف الحروب وبشوف ده بيقتل ده وده بيضرب ده وده وده، فبقيت من ضايقة يعني ما بحبش أنا الطريقة دي. بس ابتديت أفهم الدنيا ماشية إزاي والبلد ماشية إزاي، الاقتصاد ماشي إزاي. ابتديت أعرف طبعا بعض السياسيين، كنت أعرف شكلهم ما أعرفش أسمائهم، حاجات كده يعني. هل صحيح ان افراح كبار السياسيين لازم يكون فيها، وده كان زمان يعني عرف متعارف عليه، كان لازم يكون فيها راقصه؟ حتى فرح بنت عبد الناصر لسه العرف ده متعارف عليه لحد دلوقتي؟ مش عارفه، انا ما حضرتش افراح زعماء ما حصلليش الشرف يعني. الدور الراقصه زمان في السياسه مختلف عن دلوقتي، امثال تحيه كاريوكا وطبعا نضالها المعروف السياسي. شوفي، لو الطلب مننا رقبتنا عشان خاطر البلد، بالنسبه لي انا ما عنديش اي مانع. ومعروف عن الرقاصه انها جدعه، بيقولوا الراقصه دي جدعه، صفه مشتركه فعلا. مش عارفه، لا جدعه فيها جدعانه يعني. اللي الست اللي تبقى لابسه بدله والست اللي قاعده قدامها لابسه فستان، اللي لابسه بدله عبارة عن حتتين، وتقدر تخلي النظرة للي هي بتقدمه مش لجسدها، دي بتبقى ست جدعة جدا. طب من فيلم الراقصة والطبال بقى، ازاي بتختاري النغمة اللي بترقصي عليها؟ انا بحب كل، يعني انا برقص على جبار، برقص على نعم يا حبيبي نعم، برقص على شباكنا ستاير وحرير. مزيكا صعبة طبعا، ما انت بدل ما تعرفي ترقصي برقص على مزيكا لمايكل جاكسون، برقص على مزيكا للسيدة فيروز. انا بحب المزيكا الصعبة، المزيكا اللي فيها روح. ما بحبش الدربوكة أمبلا مش ما بحبش ما بحبش الهدك الصداع في المزيكا، ما بحبش الصداع. أحب المزيكا اللي تغذي روحي، لأن المزيكا دي غذاء الروح فعلا بحقيقي طبعا. لوسي في بحب السيما خائفة من شيء ما. أنا طول عمري أسمع اسم الفيلم ده ونفسي أعرف إيه هو ما، بس أنا النهاردة جاي أسألك ما هو ما. ما هو الماء اللي بتخافي منه؟ مجهول، اللي انت مش عارفة ايه. بالنسبة لك ايه مجهول؟ لا، الواحد بيخاف والأمر بيد الله انه يموت فجأة من قبل ما تراعي اللي في ظهرك اللي هو طفلك او ابنك، من المرض، من ان انت تحتاجي لبعض الناس اللي هم مش ممكن يساعدوكي. هو ده الماء، هو ده الماء اللي هي بتتكلم عنه يعني. من مين الشخص اللي في حياتك اللي ممكن تقولي له سكة السلامة؟ الخاين والغدار وقليل الأصل. بما انك اتكلمتي على هدى سلطان وانا عارفه قد ايه بتحبيها، غلطة العمر، من فيلم غلطة العمر، ايه الحاجة اللي بتعتبريها كده غلطة عمر بالنسبة لك؟ ما عنديش غلطة عمر، ما عندي غلطة شغل. يعني ممكن اشتغل مع حد اقول دي غلطة عمري، مش هعملها تاني، مش هشتغل معاه تاني، وفعلا ما اشتغلش تاني. يعني ما عنديش غلطة تتحسب في حياتي غلطة يعني. اكتر فيلم بتحبه لوسي ومتزقش منه وبتشوفه على طول؟ افلام كتير، احب المراهقات، باب الحديد، احب سرق الفرح، احب كرسي في الكلوب، احب ليا بنفسك، احب البحث عن سيد مرزوق. افلامك بحب الافلام دي قوي. طب لو هتختاري فيلم تعيشي فيه، فيلم قديم تعيشي فيه بقى، هو دي كده تعيشي الزمن ده، يبقى فيلم ايه؟ هختار فيلم من العشرينات
طريقة اللبس ولو سمحتي ومن فضلك. لا كانت الحياة رقيقة وهادية، ما كانش فيه خناق، ما كانش فيه العصبية الشديدة اللي احنا فيها دلوقتي. نجمة لوسي بنشكرك على وجودك معنا في شهر رمضان الكريم، ونعيد عليك بقول لك كل سنة وانت طيبة وعيد سعيد عليك يا رب يا رب، وعلى مصر وعلى الأمة العربية. وأنا بشكرك إن انت اديتيني فرصة إن أنا أشكر كل أم شهيد وأخت شهيد وزوجة شهيد وابن شهيد أو ابن شهيد، وتحيا مصر. بكرة حلقة جديدة من بحب سيما على نجوم أف أم. بشكركم، كنت معكم جيهان عبدالله.